بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي مشاهدي قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الفضائية، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا البرنامج الذي يكرس الحديث فيه لغرس الثقافة والفكر المهدوي في قلوب محبيه وعاشقيه من شيعة أهل البيت، وفي هذا المكان المبارك مسجد السهل المعظم الذي يرتاده الكثير من المؤمنين، وخصوصا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء يوم الثلاثاء مساء، يتوافد الكثير من المؤمنين لأجل زيادة العلاقة مع إمامهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك لأداء الطاعة والتعبد في هذا المسجد المبارك. برنامجنا في منزل المهدي عليه السلام يبتني على توجيه بعض الأسئلة المتعلقة بالإمام المهدي وأحواله وشؤونه وصفاته، وكذلك ما يتطلب من المؤمن من الاستعداد عند الظهور قبل الظهور، وما يجب على المؤمن فعله لأجل التقرب بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. وينبغي على المؤمن أيضا أن يكون في قلبه الحرقة للقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا أيضا ما نجده عند كل الزائرين، هم ينشدون بذلك، علهم يحظون بنظرة منه صلوات الله وسلامه عليه. كونوا معنا سادة المشاهدين الكرام وبرنامج في منزل المهدي عليه السلام. نحن لدينا برنامج فيه أسئلة موجهة حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لأجل زيادة العلقة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه. فما هو شعورك وأنت في مكان كان سابقا بيتا لنبي الله إدريس عليه السلام، ويراد منه أن يكون بيتا للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فما هو شعورك وأنت أحد المؤمنين المنتظرين للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ نعم، شعوري أنا أفتخر بوجودي في المكان الصحيح حيث بيت الإمام عجل الله تعالى فرجه ومكان إدريس نبي الله، وحقيقة يعني أفضل، خلينا نقول أنا لا أحمد نفسي وإنما أفضل من غيري الذين يتصكعون في المقاهي ومكانات له. أما هنا في حقيقة الطاقة الإيجابية، وأنت وافد على كريم، فهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هم كرماء وإحنا متمسكين بهم حقيقة ومنتظرين للإمام عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه. بهذا السبب أنهم كرماء وما يردون إن شاء الله يعني شخص وافد إليهم حقيقة، ومن وفد إليهم قد وفد إلى الله عز وجل حقيقة، والحمد لله رب العالمين. الله يعزك، رحم الله. نعم سادة المشاهدين الكرام،
يعد هذا الشعور الذي يشعر به الإنسان المؤمن حينما يدخل إلى هذا المكان شعور بالفخر، لأنه ارتبط بإمام فيه الكثير من الصفات التي تكون فعلا محطة للارتباط به، من كرمه، من سخائه، من جوده. كذلك لفت أخونا المؤمن إلى نقطة مهمة جدا ينبغي على كافة المؤمنين وخصوصا الشباب منهم الانتباه إليها، ألا وهي أن هذه الأوقات التي نقضيها في حياتنا أكيدا نحن مساءلون عنها، فأمام الله عز وجل أكيد من كان في هذا الوقت حاضرا في هذا المكان المبارك لينال من فيوضاته سيكون مرضيا عند الله وعند الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما الذين يتسكعون في المقاهي ويقضون أوقاتهم فيما لا يرضي الله عز وجل فأكيدا سيطول وقوفهم، وينبغي لهم أن يحضروا جوابا لله عز وجل إذا ما سألهم عن هذا الوقت. نحن نشكرك غاية الشكر، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. بارك الله بكم، جزاكم الله خير، شكرا جزيلا. لازلنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام وبرنامج في منزل المهدي عليه السلام من مسجد السهل المبارك، ولا زال المؤمنون يتوافدون على هذا المكان للتبرك ونيل فيوضاته، ويسرنا أن نلتقي مع أحد الأخوة المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ جلال ياسين حرز الدين مسلماوي. بارك الله بكم. هذا المكان أنت ترتاده بصورة مستمرة؟ نزور عدة أيام، عرفت شلون، خاصة في يوم الثلاثاء زيارة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عدة مرات. نعم. إذن وأنت تذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأنت أحد المؤمنين الذين ينتظرون ظهوره المبارك، كم مرة تدعو للإمام بتعجيل الفرج؟ فقد ورد عن الإمام الصادق أنه أكثر من الدعاء بتعجيل الفرج. يوميا عدة مرات، ويذكر أنه عرفت من تصل على محمد وآل محمد استجاب الدعاء يوميا إن شاء الله. نعم. فأنت أيضا هذه التفاتة مهمة منك، أن الدعاء إذا كان فيه صلاة على محمد وآل محمد يستجاب من بعده، فأنت ندعو من الأخوة المؤمنين أن يصل على محمد وآل محمد، ويقال أنه مو يقال، أكيد إن شاء الله بالصلاة على محمد وآل محمد استجاب الدعاء إن شاء الله. إن شاء الله. ممنونين. هذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. ممنونين. الله يبارك بكم. أنت الآن تقف في مكان مسجد السهلة المبارك، كان سابقا بيتا لنبي الله إدريس، ويرتجى منه أن يكون بيتا للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عند ظهوره المبارك، فما هو الشعور الذي ينتابك وأنت تدخل إلى هذا المكان؟ هذا المكان مقدس، وهذا المكان زارته قبل ما الإمام يكون الإمام المهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء ومن بعدهم الأئمة عليهم السلام، الإمام زين العابدين، الإمام الصادق عليه السلام، وإحنا الإمامية الاثنى عشرية عندنا احتراف بآل بيت رسول الله الاثنى عشرية، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه، ويجعلنا من جنده فإن جنده هم الغالبون، ويجعلنا من حزبه فإن حزبه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيات القرآنية الدلائل بأنه أهل البيت عليهم السلام مذكورين بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني كل هاي الأدلة تدل على أنه هاي الأمكنة والشيعة وجودهم وأئمتهم ومراجعهم دليل الهداية للسلام للأمان، وتعدكم خير ما يكون مرجعيتنا الرشيدة، مرجعية تحب السلام، تحب المسيحي والمسلم ولا تفرق، وهذا العراق اللي يشع بالأمان ويشع بالخير والبركة، وبوجود الإمام السيستاني وبوجود هذه الإذاعة إذاعة الإمام المهدي اللي هي تشع الأمان، ما يشعون إلا السلام إلا المحبة. وإحنا نشكر منكم ونشكر من هذا إعلامكم الشريف، وأنتم طيبين وجهودكم مشكورة، وتنجعلون من المجاهدين، لأن أنتم قاعد تنشرون حب ولاية أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين عليه السلام أبو الفقراء، يعني إذا يجي الفقير يقول ما أريد أشوف وجهه، عندي القوي عندي ضعيف والضعيف عندي قوي، هذا أمير المؤمنين. خلي كل السياسيين والعالم، خلي كل الحكام، خلي يتخذون من علي بن أبي طالب الحاكم والمحكوم. وما هو الحاكم وما هو المحكوم؟ الحاكم اللي يحكم بين الناس بالعدل، والمحكوم هو اللي يحترم البلد. وأنا أشكر منكم من السادة الحسنين. سادة المشاهدين الكرام، في العادة نحن نوجه أسئلة متنوعة، ولكن ارتأينا اليوم أن يكون هو هذا السؤال
الذي لنسمع منه إجابات متعددة. وكما لاحظتم أن كل مؤمن يدخل إلى هذا المكان المبارك نسأله بهذا السؤال تجد قد استحضر في ذهنه جوابا مختلفا عما أجاب به، دليل على مدى العمق وثقافة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الراسخة في أذهان المؤمنين. شكرا جزيلا لك، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونتمنى لك التوفيق. شكرا منكم، أنتم طيبين، وإن شاء الله الله يديمكم ويخليكم لحب ولاية أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليه السلام على راسين. شكر منكم. سادة المشاهدين الكرام، مما يسعد الإنسان ومما يفرح القلب، وأكيدا أنا على يقين من ذلك، أن إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه يفرح حينما يشاهد الشباب بمختلف أعمارهم وفئاتهم العمرية طبقاتهم الشبابية يتوافدون على بيته، وأكيدا هو بسخائه وجوده لن ينساهم أبدا. هذا الإمام الكريم حينما يجد هذا الشاب قد خصص جزءا من وقته ويومه وحياته أيضا للارتباط به، فأكيدا هو سيجود عليه، وهو الإمام الكريم الجواد صاحب اليد المعطاء. يسرنا أن نلتقي مع أحد الشباب المؤمن. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي. الاسم الكريم؟ زين عابدين رشيد. كم عمرك؟ 18. معتاد أنت على زيارة مسجد السهلة؟ إيه، بيتنا بالنجف دائما يجي كل ثلاثة. نعم. أيوة. أنت تأتي مع عائلتك لزيارة؟ إيه مع عائلتي. نعم. مع أبي وأمي وأختي. الآن أنت في مسجد السهلة، وكما هو المتعارف والمعلوم لدينا أن هذا المسجد مرتبط ارتباطا كبيرا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنت في هذا العمر وفي هذه المرحلة من الشباب، كم مرة تدعو للإمام بتعجيل الفرج في حياتك؟ الإمام يعني دائما ندعي وقت يعني وقتنا نجي، وقت الزيارات، وقت الصلاة، هي يعني إمامنا هو هذا الوحيد المنتظر، هو منقذ الأمة. يعني إمامنا وقت الأكل، وقت يعني إن شاء الله يبعد المصايب عن كل المؤمنين. المؤمنين. أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، حتى في وجبات الطعام أنت تذكر الإمام؟ إي حتى وجبات الطعام، يعني هو إمامنا، يعني نتبرك به بالبيت، يعني بركة مصيب لما نصلي بسمعها. الله يبارك. شكرا جزيلا، بارك الله بك. شكرا. سادة المشاهدين الكرام، في تجوالنا في مسجد السهلة المبارك نجد الكثير من اللفتات التي ينبغي الوقوف عندها، فمثلا أنك تلاحظ رجلا يحمل معه طفلا لا يتجاوز عمره الأشهر، أما شهرين أو ثلاثة، في أقصى الأحوال ستة أشهر سبعة أشهر، وهذا الأمر في الحقيقة ينبغي أن نقف عنده، فلذا ارتأينا أن نلتقي مع أخينا المؤمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ علي إبراهيم فارس. الله يبارك بكم. حاج علي، أنت معتاد كل ثلاثة على زيارة مسجد السهلة أو تزوره بكثرة؟ أنزوره إن شاء الله بكثرة، الإمام السهلة أنزوره ومحبة الإمام المهدي. قبل أن تذكر لي هذا الأمر، بودي أن أسألك، لماذا تحمل معك ولدك وهو بهذا العمر؟ جبنا هذا الطفل يعني محبة الإمام المهدي أنزوره ومحبة له وشاقا له يعني أكثر بعد. نعم. الطفل يعني من يكبر إن شاء الله بالسلامة يزور أكثر بعد، وإحنا منال ما نقدر هو يزور إن شاء الله. إذن الذي فهمته من كلامك أنك تريد أن تنال هذا الطفل الصغير بركات الإمام المهدي عجل الله. إن شاء الله هو بركات الإمام المهدي إن شاء الله. نعم. وهم شيء البركة. إذن سادة المشاهدين الكرام، هذه رسالة تصدر من مدينة النجف الأشرف ومن هذه البقعة المقدسة، أننا حتى الأطفال الصغار نعدهم منذ أول بزوغ حياتهم، فجر حياتهم، نعدهم للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نجعلهم يعيشون هذه الأجواء الإيمانية، عسى الله عز وجل أن يشملهم بلطف عنايته وبركاته ويكونوا من أنصار الإمام المهدي عند ظهوره المبارك. هنالك هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية، بارك الله بكم، نرجو قبولها ونرجو الدعاء. شكرا جزيلا. شكرا.
ارتأينا سادة المشاهدين الكرام ونحن وإياكم في برنامج في منزل المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف أن نكون بين المصلين في المقامات المقدسة والمباركة في هذا المسجد لننال من فيوضاتهم وبركاتهم، ويسرنا أن نلتقي مع أحد الأخوة المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ سعيد الطالقاني. الله يبارك بكم سيدنا. سيدنا، أنتم معتادون على زيارة مسجد السهلة؟ معتادون، احنا دائما معتادون على زيارة، دائما مواظب على صلاة الجماعة وزيارة المقامات. سيدنا، يرتجى من هذا المكان أن يكون منزلا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما كان مقاما لنبي الله إدريس، وموجود هذا المقام وأيضا تزورونه في ضمن زيارتكم، وأنت تدخل إلى هذا المسجد، ما الشعور الذي ينتابك؟ أنا أشعر بالحزن، لأنه إحنا عندنا منزل نجي عليه ونقعد فيه ونعدي عباداتنا. الإمام المهدي ما عنده منزل، يتجول في كل مكان خائفا يترقب، يرى شيعته ومحبيه ومواليه ما يحدث عليهم من مآسي ومن مظالم مظلومية. فنتمنى أنه يصير، يعني نتمنى ظهوره وتعجيل فرجه حتى ينصر شيعته، نراه ويرانه. لاحظوا سادة المشاهدين الكرام أن الأخ المؤمن السيد الطالقاني قد لفت إلى نقطة مهمة جدا، وهي حالة الحزن التي يعيشها أنصار أهل البيت، كون الإمام غائبا عنهم، كون الإمام ليس له مكان يستقر فيه بسبب مطاردة الظالمين، بحث الظالمين عن الإمام للقضاء عليه، كونه خائفا يترقب سنن الأنبياء التي مضت من قبله، سنة موسى، كونه خائفا يترقب كذلك ما يرى من حال شيعته والمظلومية التي تكون عليهم، فهم يواسون الإمام بالشعور بالحزن على هذا الأمر. نوجه لك غاية شكرنا وتقديرنا، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية، نرجو قبولها. أشكر قناة المهدي وعلى تجوالها وشعورها يعني تفقد أحوال المواطنين، يعني بخدمتكم إن شاء الله، خدمة الإمام المهدي إن شاء الله. شكرا جزيلا. سادة المشاهدين الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكما نوهنا في لقاءاتنا السابقة أن هنالك فئات عمرية مختلفة تتوافد على هذا المكان، ويسرنا أن نلتقي مع شيبة مباركة مؤمنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم حاج؟ سلطان شمران، من أهالي الكوفة. بارك الله بكم حاج. حاج، أنتم معتادون على زيارة مسجد السهلة؟ إن شاء الله كل ليلة أربعة إحنا متواجدين في مسجد السهلة المعظم. حاج، مسجد السهلة هنالك ارتباط له بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فأنت كم مرة تذكر الإمام المهدي في خلال حياتك اليومية؟ والله أذكره في كل نفس عندي، كل ما يتنفس أنا أذكر الإمام المهدي، لأن هو منقذ الأمة، هو رحمة الله الواسعة، هو خليفة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فما أقدر أستغني عنه حتى لو بنفسي. أحسنت، أنت الأحسن. لاحظوا سادة المشاهدين الكرام كيف يعيش حب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في قلوب شيعته ومحبيه، يقول أنا أذكره مع كل نفس، وهذا دليل على العمق، عمق الاتصال مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. حاج، نوجه لك شكرنا وتقديرنا، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية، بارك الله بكم. جزاكم الله خير الجزاء، الله يسعي يشكركم ويسعي شكركم وسعيكم الطيب إن شاء الله. الله يبارك. شكرا جزيلا. شكرا. سادة المشاهدين الكرام، كما تشاهدون أنا الآن أجلس على هذا الكرسي المصنوع من الخشب، والغاية من الجلوس هو لبيان السبب في أننا سنلتقي مع أحد الأخوة المؤمنين. وفي الحقيقة ما يلفت الانتباه أن حتى العارض المرضي إذا أصاب المؤمن فإنه لا يمنعه من العلقة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن ارتياد أماكن العبادة المقدسة كمسجد السهل المبارك. يسرنا أن نلتقي مع الأخ المؤمن. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت من المعتادين على زيارة مسجد السهلة رغم وضعك الصحي الذي نراه؟ إي نعم، أنا في بيت من بيوت الله العزيز، وأنا من رواد هذا البيت الذي أكرمه الله، وهو مسجد أحد المساجد المعظمة.
هنالك سؤال نود منك الإجابة عليه، وأنت تجلس في هذا المكان المرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما الشعور الذي ينتابك؟ نعم، أنا في بيت من بيوت الله، في بيت الإمام صاحب العصر والزمان. يصيبني أني أنا يستجاب لي الدعاء في هذا المكان، وأنا في هذا المكان مع عيالي، وأتأمل الشفاء في هذا المكان من الله العزيز الكريم. إذن سادة المشاهدين الكرام، هذا شعور راسخ عند شيعة أهل البيت، فإنهم يعتقدون بارتيادهم إلى هذه الأماكن المقدسة المرتبطة بهم، فإنهم يجودون علينا بعطاياهم، ومن ضمنها الشفاء من الأمراض وقضاء الحوائج كما أجاب الأخ المؤمن. ويسرنا أن نشكره وأن نقدم لك هذه الهدية من قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ونتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله. الله يبارك فيك. سادة المشاهدين الكرام، لازلنا في هذه الأماكن المباركة، المقامات المقدسة، وفي مقام الإمام الصادق تحديدا في مسجد السهلة الذي يتوسط مسجد السهلة، ويسرنا أن نلتقي مع أحد الأخوة المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ شاكر محمود أبو تقي. الله يبارك فيكم. أنت معتاد على زيارة مسجد السهلة؟ إن شاء الله كل يوم ثلاثة، إلا إذا كان أكو عمل معين أو زيارة غير مكان لا. أما زيارة السهلة هاي أني من الستينات ولحد الآن، يعني إن شاء الله. إن شاء الله العمر كله وما تفارق مسجد السهلة إن شاء الله. كم مرة تدعو للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ذكرت لك بداية الحديث أنه كل صلاة أنه نذكر الإمام المهدي عليه السلام، هاي بالصلوات. أما باقي القضايا بالحديث وبغيرها، أما الأطفال يم العائلة، دائما نذكر الإمام المهدي عليه السلام، لأنه الإمام المهدي هو المنتظر لنا، يعني هو هدفنا، هو الشيء المرتجئ اللي إحنا نرجو أنه ينقذنا من هذه الأمور اللي إحنا الآن نقع فيها. أي هو المخلص. نعم. لاحظوا سادة المشاهدين الكرام أنه تطرق إلى أمر مهم، ألا وهو ذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أمام العائلة، ذلك لأن هؤلاء الأولاد يستقون من المنبع الذي جاءوا منه والدهم، والذي يعنى بتربيتهم وتغذيتهم وأي شيء آخر، كذلك يغرس في نفوسهم حب الإمام وثقافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن نشكرك غاية الشكر، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية، وإن شاء الله نرجو قبولها بقبول حسن إن شاء الله. الله يبارك فيكم. سادة المشاهدين الكرام، لازلنا نتجول بين المؤمنين في المقامات المقدسة في مسجد السهلة، ويسرنا أن نلتقي مع أحد الأخوة المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ الحاج حسن حج حميدي هجول. الله يبارك بكم. أنتم من المعتادين على زيارة مسجد السهلة؟ الحمد لله، هذا من فضل الله وبركات الإمام عجل الله فرجه اللي هذا المكان نحس به. قبل أن هذا بودي أن أسألك حتى تجيبني على، لأن برنامجنا في منزل المهدي عليه السلام ومكرس للحديث عن الثقافة المهدوية، في جلوسك في هذا المكان المبارك ما هو الشعور الذي ينتابك؟ هذا شعور أنه دائما الإنسان يتردد إلى مسجد السهلة، رأسا يتبادر إلى ذهنه الإمام عجل الله فرجه صاحب العصر والزمان، وهذا المكان يحس الإنسان بتواجد يعني الإمام، نفحات الإمام وبركات الإمام للمعوزين للفقراء للمحتاجين. أنا هسه قبل ساعة أطلبت من الإمام حوائجي، وطلبت من الإمام أنه يشفع لي إلى الله بقضاء حوائجنا جميعا إن شاء الله. كما لاحظتم سادة المشاهدين الكرام، هنالك إجابة مختلفة عن هذا السؤال. ما هي هذه الإجابة؟ أنه يستذكر أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه صاحب قلب رحيم، وهو جواد ومعطاء، عينه على الفقراء، عينه على الملهوفين، وما أكثرهم في شيعة أهل البيت نتيجة ارتباطهم بالأئمة استضعفوا وظلموا، والإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ماذا يفعل؟ ينظر إليهم بعين الرحمة والرأفة واللهفة، وكما أجاب الأخ المؤمن جزاه الله خير الجزاء. شكرا جزيلا، بارك الله بكم. شكرا.
سادة المشاهدين الكرام، ارتئينا أن ننتقل بالكاميرا إلى من مقام من أهم المقامات في مسجد السهلة، ألا وهو مقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومتواصلين معكم في برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويسرنا أن نلتقي مع أحد أبناء الزهراء وأبناء الإمام المهدي ومن ذريته السيد سعد. أهلا ومرحبا بك سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل. سيدنا أنت من الذين يرتادون هذا المسجد وبكثرة؟ نعم، هاي السنين يعني على طول من عمرنا إلى هذا الوقت، إحنا كل ثلاثاء نجي هنا جامع السهلة هذا المبارك. إحنا هنا أرواحنا معشوقة بالإمام المهدي سلام الله عليه. هو هذا السؤال الذي أود أن أسألك عنه، ما هو الشعور الذي ينتابك وأنت ترتاد مسجد السهل المبارك؟ يعني الخشوع، الروحانية في هذا المسجد المبارك، يعني نفسيتك ترتاح، أنت ترتاح من تجي هاي الوجوه الناس الطيبة اللي داخل المسجد، والحمد لله رب العالمين. هل لك أن تسمع أنا شيء عن الإمام المهدي؟ خادم جرى دمعي على الوجن وسيلة، ويا دمع العين هالصاير وسيلة، متى يظهر أبو صالح وسئله وقل الفرج. يا ابني يا ابني الزكية. سيدنا بارك الله بك، طيب الله أنفاسك، شكرا جزيلا سيدنا. سادة المشاهدين الكرام، بعد أن أدى المؤمنون صلاة الجماعة في مسجد السهلة المعظم ونالوا فيوضات وبركات هذه الصلاة، لفت انتباهي وجود هذا الشبل الصغير وهو يؤدي صلاة الجماعة أيضا، وكان مع أهله. وفي الحقيقة مما يفرح قلب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن تجد في مثل هذه الأعمار يؤدون الصلاة جماعة ويؤدونها بإتقان، كونهم يمارسونها باستمرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ محمد عبد الباري حامد. أنت معتاد على زيارة مسجد السهلة؟ نعم، كل ثلاثة زيارة. تصلي أنت؟ نعم. ماذا تصلي؟ أصلي صلاة الواجبة وصلاة الليل. أنت تؤدي صلاة الليل؟ نعم، كل يوم مع أبي وأمي. تستيقظ مع والديك لأداء صلاة الليل؟ نعم. كم مرة تذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى؟ مرتين في الصلاة الواجبة في كل وقت، بس أهم شيء في صلاة الليل، لأن صلاة الدعاء بها مستجاب. نعم. وأنت تحب الإمام وتتمنى ظهوره؟ نعم، أتمنى ظهوره وأستشهد بين يديه. سادة المشاهدين الكرام، كما تلاحظون أن هذا الشاب بهذا العمر بهذه الحيوية يؤدي صلاة الليل، ومن المهم جدا للآباء الذين يواظبون على أداء هذه الطاعة وهذه العبادة أن يوقظوا معهم أبنائهم، ولو بأن يعطوهم شيئا في هذا الوقت، كأن يعطوهم شيئا من الحلوى، شيئا من الأمور التي تجذب الأطفال لأجل أداء هذه العبادات. وكثير من علمائنا الأعلام قد اعتادوا على مثل هذا الأمر، أنهم يستيقظون لصلاة الليل منذ أن كانوا أطفالا صغارا وصبية. شكرا جزيلا لك، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي، ونتمنى لك التوفيق. مشكور، رحم الله. سادة المشاهدين الكرام، من الأمور الملفتة للنظر ونحن نتجول في أروقة مسجد السهلة المبارك أنك تشاهد الكثير من الأشخاص يأتون هم وعوائلهم وأطفالهم إلى هذا المكان المبارك، وهذا أمر أكيدا فيه الكثير من الإيجابيات، كونه يعمل على ترسيخ فكر أهل البيت ونور أهل البيت ومقامات ومراقد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في نفوس عوائلنا الكريمة. ويسرنا أن نلتقي مع أحد الأخوة المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخوي. الاسم الكريم؟ حسنين شرب أبو علي. أخ حسنين، أنت من الذين يرتادون زيارة مسجد السهلة وبكثرة؟ أكيد أكيد، هذا من باب الولاء، من باب الطاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه إحنا دائما من نجي هنا نزور مو مجرد الزيارة، إنما ولاء عقائدي، هذا يمثلنا الإمام المهدي سلام الله خط سير لرسول الله، لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، لأميرة المؤمنين، فهو امتداد لأهل بيت الرسالة سلام الله عليهم. لاحظنا أنك تأتي ومعك عائلتك وابنتك التي تقف إلى جانبك، ما الغاية من ذلك؟ الغاية من ذلك أنه نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه ننشئ أولادنا أو أحفادنا
على مسيرة أهل البيت سلام الله عليها، وبالذات على خط الإمام المهدي سلام الله عليه، لأنه نعتقد أنه أولادنا إذا نشأوا على حب أهل البيت هم النجاة لهم، هم طوق النجاة، إذا تمسكوا بالإمام المهدي سلام الله عليه وبخط أهل البيت سلام الله عليه فهم السلسلة الذهبية لرسول الله ولله سبحانه وتعالى، بالتالي هو النجاة وليس مجرد إثنا عشرية نحن الإمامية فقط، لا، إنما الإمام المهدي للعالم كله، للشيعة وللسنة ولأطياف العالم، فإحنا منجيبه أنه نريد نبين حقيقة الإمام المهدي السلام للعالم كله وليس للشيعة فقط. لاحظوا سادة المشاهدين الكرام أنه لفت انتباهنا إلى موضوع مهم، وهو أن طوق النجاة أو سفن النجاة أو سبل النجاة هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك أنت ترى أنه يحث أولاده وبناته على السير على خطى ونهج أهل البيت ليكونوا هم المنجين لهم في يوم القيامة إن شاء الله. شكرنا الجزيل لك، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية، نرجو قبولها. شكرا جزيلا، نسأل الله في ميزان حسناتكم والتوفيق لهذه القناة المباركة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. فقد وصلنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا البرنامج الذي لاحظنا من خلال الإجابات التي وردت في عمق الثقافة المهدوية التي ترسخت في قلوب شيعة أهل البيت وفي عقولهم، يتحدثون عن إمامهم بكل ما في قلوبهم، يأتون إلى هذا المكان لغرض التبرك والتقرب والتشفع بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يتشفعون به إلى الله في قضاء حوائجهم وكل المقامات المقدسة الموجودة في هذا المكان. فيما مضى من الوقت كنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام وحلقة من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، في ختامها نوجه غاية شكرنا وتقديرنا وامتناننا إلى إدارة مسجد السهلة المعظم على إتاحتهم الفرصة لتصوير حلقة هذا البرنامج. الشكر موصول لكم سادة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع، عامرين أن نلقاكم في حلقات أخرى من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.